اللي كونها دايما مرتبطه بالشغل الانشائي، واخده وضعها دي في اول حاجه. يعني انا معايا العود ومعايا كمان هم، بس انا اللي يبقى الشغل عليا انا اكتر، هم بس يا دوب يبقى في يعني تلميح كده بس. الناس بتحبها ولا هي عشان مريحة مثلا؟ لا يعني طبعا بتقول كل حاجة فيها، أم كلثومات وفيها مغرقة الدنيا. الحضرة ممكن تقوم على الكولة؟ ما ممكن حضرة واحدة ما أقوم بيها أنا لوحدي الكولة. ومعك آلة إيقاعية؟ اتنين، لا الطبال والحنات. أيوة. المظهر؟ هو اسمه حنا عندنا، المظهر ده بتاع الارتست اللي هم بيقولوا عليه أفراح بتاع الأفراح. لكن الذكر لازم يبقوا اتنين جنب بعض في ال، لا ده على حسب، لو معيش آلتين اشغل معايا واحد زي محمد يتابعني بس، او انا اتابع محمد هو يقول حاجه انا اقول حاجه، بنونس بعضينا زي كمان جو الاوت كده. زي كده في ذكر؟ طلعت الذكر في الاولانيه واقول المزيكا زي ما انت عايز، واطلع بقى لما نخش في اللغميق قوي بتوع الكمانجه والعود نقول اللي على شوقنا بقى، خش على اصاله وخش على ورده وخش على الخبط بقى معمول وفي الذكر. كل ده في الذكر، كل ده معجنك في الذكر كله. كله في الذكر.